أعزائنا المشاهدين أوفياء CSS TV القناة الرسمية للنادي الرياضي السيرسي على يوتيوب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المسجل لمباراة دورة الثمن النهائي لكأس تونس اللي جمع بين النادي الرياضي السيرسي واتحاد الرياضي بتطاوين بملعب نجيب الخطاب بتطاوين. قلنا مباراة تندرج ضمن الدورة الثمن النهائي لكأس تونس نسخة فرحات حشير للموسم الرياضي 2021-2022. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي السفيرسي اللي اختارها المدرب نبيل الكوكي بمساعدة المدرب كريم دلهوم، حراسة المرمى محمد الهادي قعلول، خط الدفاع محمد بن علي، نور الزمان الزموري، محمد النصراوي وحسام دكدوق، خط الوسط في كل من شادي الهمامي، وليد القروي، ملك رايح، أشرف الحباسي، وخط الهجوم أنس الشبلي وهشام النقاش. مباراة انطلقت منذ قليل بصفيرة الحكم يوسف السرايلي، والكرة بحوزة الاتحاد الذي بتطاوين في محاولة للاحتفاظ بالكرة أكثر ما يمكن. ملك رايح يدخل يخرج الكرة في التماس، التماس لفائدة الاتحاد الذي بتطاوين، تعب الكرة، ملك رايح دائما في المتابعة يخرج الكرة من جديد في التماس، تماس الثاني على التوالي لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين، وفي الأخير الكرة تؤول رمية مرمى لفائدة CSS. أربعة ستة أمتار يستفيد منها دفاع النادي الذي سفيقسي بعد المحاولة الأخيرة من الاتحاد الرياضي بتطاوين. محمد الهدي قالول باش يلعب كرة طويلة، تتنفذ رمية الست امتار طويلة في اتجاه محور دفاع الاتحاد، موجود حسام دكدوب في الاعتراض على الكرة الثانية والمخالفة يتحصل عليها أنس الشبلي. مخالفة يتحصل عليها أنس الشبلي اللاعب الليبي اللي ينشط في صفوف الفريق الأكبر النادي الذي سفيقسي، مخالفة في وسط الميدان في تنفيذها أشرف الحباسي. أشرف الحباسي يلعب كرة أرضية مع هشام النقاش اللي يتجاوز المدافع، لكن تمريرته ما توصلش إلى شادي الهمامي، مقطوعة وعكس الهجوم لفائدة الاتحاد الذي بتطاوين. ممتاز الدفاع من ملك رايح، كرة في عمق دفاع الاتحاد، الحارس موجود، موجود الحارس قبل محمد هشام النقاش، تبقى الامور كما هي عليه. تبادل الكرات في منطقة الدفاع، ثم الحارس يخرج الكرة الى وسط الميدان. ماذا يقول الحكم؟ دل هنالك مخالفة ضد دكدوق في الصراع الهوائي الأخير مع مهاجم الاتحاد، مخالفة يعلن عليها الحكم يوسف الإسرائيلي. تتلعب بالمخالفة، المتابعة من أنس الشبلي والعودة إلى حارس المرمى في المناطق الدفاعية. قلنا طويلة الكرة من المدافع في اتجاه زميله في الهجوم، التوزيعة في القائمة الثاني، موجود محمد بن علي في التغطية لكن يتمكن منها لعب الاتحاد، والتوزيعة في القائمة الثاني، بعيدة الكرة، بعيدة الكرة، تخرج رمية ستة أمتار لفائدة النادي الرياضي السفيقسي. قعلول يلعب الكرة مع زميله نور الزمان الزموري، زموري يربح بعض الأمتار ثم يعود إلى النصراوي، نصراوي يخرج بالكرة في اتجاه ملك رايح إلى دكدوق،
حسين دقدوق يتعرض للمذاقة، لكن الكرة تتعدى لمحمد الشام النقاش والمخالفة. النقاش يتحصل على المخالفة. بعد التدخل الأخير من المدافع اللي كان عنيف نوعا ما، التدخل الأخير من مدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين، مخالفة جانبية لمنطقة العمليات على يمين حارس الاتحاد. أمامنا الإعادة للعملية الأخيرة، التدخل كان عنيف نوعا ما من مدافع الاتحاد على محمد هشام النقاش. تتنفذ المخالفة من الحباسي، التدخل الدفاعي في مرة أولى، ثم حسام دقدوق على الكرة الثانية، يخلي الكرة لمحمد بن علي، ياخذ وقته محمد بن علي، التوزيع تصطدم الكرة بالمدافع المحوري لفريق الاتحاد الذي بتطاوين محمد أمين بلك، حاله تخرج في ركنية. ركنية لفيتا سي اس اس في تنفيذها أشرف الحباسي. أشرف الحباسي يستعد لتنفيذ الركنية، والحكم ينبه على المدافعين وعلى المهاجمين الذي سيقصي كذلك بخصوص الالتحامات داخل منطقة العمليات. تتنفذ الركنية. تتلعب الكرة أرضية، هشام النقاش يعود إلى الحباسي، التوزيعة تمشي رمية 6 أمتار، الكرة الأخيرة من الحباسي. كرة قصيرة ثم إلى وسط الميدان وين موجود دقدوق في التغطية. كرة ثانية أخوة حسام الواتي من جانب الاتحاد، المتابعة من أنس الشبلي، المتابعة من أنس الشبلي ومن محمد هشام النقاش كذلك. فريق الاتحاد يحاول الخروج بالكرة من مناطقه عن طريق التمريرات القصيرة في محاولة لبناء هجمات مركزة وصنع اللعب. الانتشار جيد من لاعبي النادي الذي الصفاقسي اللي يلعب بخطوة المعتادة مع المدرب نبيل الكوكي 4-4-2. التوغل من حسام الواتي، حسام الواتي التصويب تمشي جانبية لمرمى الحارس الهادي قعلول، جانبية التصويبة الأخيرة من حسام الواتي، تخرج رمية 6 أمتار طويلة للكرة من حسام دقدوق في اتجاه مالك رايح بالراس إلى أنس الشبلي، لكن التدخل الدفاعي قبله ياخذ الكرة، ثم حارس مرمى الاتحاد يخرج الكرة في التماس. التماس لفائدة النادي الذي الصفاقسي. النتيجة دائما للتعادل السلبي 0-0 بين النادي الذي الصفاقسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. قلنا المباراة تندرج ضمن الدورة الثمنة النهائي لكأس تونس. ملعب نجيب الخطاب بعد التهيئة وإعادة التهيئة في حلته الجديدة، ثاني مباراة يحتضنها. بينما تدخل من محمد بن علي مع مهاجم الاتحاد يخرج الكرة في التماس. تنفذ التماس. الكرة دائما بحوزة الاتحاد الرياضي بتطاوين. التوزيع داخل منطقة العمليات، الزموري موجود يرجع الكرة، ما يتمكنش منها النقاش، تعود من جديد لفيت أصحاب الأرض. هشام النقاش يقول الحكم يرتكب المخالفة، مخالفة ضد جزائري السي اس اس محمد هشام النقاش. تلعب الكرة، التوزيع، دقدوق موجود في التغطية والتأمين الدفاعي. شادي الهمامي للنقاش يخطئ في التمرير، النقاش مقطوعة من جديد عكس الهجوم لفتى الاتحاد الرياضي بتطاوين.
التوزيع دائما دكدوك موجود في التغطية خاصة في التوزيعات الطويلة اللي قاعدين يعني يحاولوا من خلالها فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين اختراق دفاع نادي الرياضي الشيرسي من الجهة اليمنى واليسرى. تتنفذ التماس محاولة للضغط من أشرف الحباسي تمر الكرة شادي الهمامي يخليها للحسين دكدوك ثم مالك رايح شادي تلشعل ولا كرة همامي تمريرته مخطئة في اتجاه مالك رايح ولا محاولة. يقول الحكم فما شيء يقول الحكم فماش مخالفة على محمد بن علي توصل العملية والهجوم لفتى نادي الرياضي الشيخسي أشرف الحباسي في وسط الميدان يرجع الحكم للمخالفة اللي ارتكبت على شادي الهمامي. مخالفة مرتكبة على شادي الهمامي يستفيد من النادي الرياضي الشيخسي بينما هنالك سقوط لاعب الاتحاد. طقس حار جدا بملعب نجيب الخطاب بتطاوين على ذاك يعني كل توقف في اللعب يعني يغتنموها اللاعبين لأخذ قسط من المياه واسترجاع بعض الأنفاس طبعا لإكمال بقية مشوار هذه المباراة في أفضل الظروف. مهم جدا وعي اللاعبين بأهمية الهيدراتاسيون في مثل هذا الطقس. يتم إخراج اللاعب لاستكمال مده بالإسعافات في انتظار يعني استئناف اللعب بمخالفة من جانب نادي الرياضي الشيخسي. مالك رايح يعود إلى الزموري ومنه إلى محمد بن علي ثم أشرف الحباسي حباسي إلى الزموري ترجع الكرة إلى حارس المرمى محمد الهادي قعلول إلى النصراوي ثم الشادي الهمامي. همامي في وسط الميدان يلعب مع القروي قروي يعود إلى محور دفاع السياسي زميله النصراوي ثم محمد بن علي من جديد الامداد طويل لمسة واحدة من النقاش أشرف الحباسي اللي ما يخلطش على الكرة الدفاع أسبق منه تخرج الكرة خارج أرضية الميدان مع أنه الحكم كان زفر مخالفة ضد اللاعب أشرف الحباسي مرتكبة على دفاع الاتحاد. تلعب المخالفة تبادل كرة تقصير في المناطق الدفاعية للاتحاد الرياضي بتطاوين ثم كرة طويلة إلى وسط الميدان التدخل من مالك رايح يخرج الكرة في التماس تلعبها لتماس شادي الهمامي يقتنص هذه الكرة مالك رايح يعود إلى النصراوي ثم وليد القروي والانطلاق على الجهة اليمنى من محمد بن علي محمد بن علي لابيلت موجود من أنس الشبلي خير التمريره القصيره مع الحباسي وترجع الكرة إلى محمد بن علي بن علي والتوزيع في القائم الأول ورأسية الرأسية كانت تقريبا من القائم الأيمن لحارس الاتحاد
كان أشرف الحباسي في العملية الأخيرة. حسام الواتي إلى زميله في وسط الميدان اللي يرجع إلى الخلف على الضغط من ملك رايح، يخل كورة أشرف الحباسي في انطلاقة داخل منطقة عملية التوزيع في اتجاه النقاش. التصويب، التصويب من هشام النقاش والحارس موجود، موجود الحارس أمامنا العملية توزيع بالمليمتر إلى هشام النقاش يعمل الكنترول ويحاول التصويب في الزاوية. المحاذي للقائم الأيسر للحارس، حارس مرمى الاتحاد اللي كان موجود في الباراد، يمنع الاتحاد من هدف أول. كاد يقبلوا شيباكو في هذه اللحظات، خروج محمد الهادي قالول للتغطية على الكرة في خطة مدافع محوري، يعود إلى مكانه لكن الدفاع يقوم بالوجه. موجود ملك رايح في الارتداد الدفاعي والتغطية. أشرف الحباسي في محاولة لعكس الهجوم يتعرض للعرق لو يتحصل على المخالفة. مخالفة يتحصل عليها أشرف الحباسي. سقوط لاعب آخر من تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين، والحكم يستدعي النقالة لإخراج اللاعب من الميدان واستكمال المباراة. بعض التوجيهات من المدرب المساعد كريم دالهوم لوليد القروي. كذلك هو الامر بالنسبه للمدرب نبيل الكوكي، قلنا بعض التوجيهات في منتصف هذا الشوط الاول. تتلعب المخالفه من دكدوق الى القروي ثم الى محمد بن علي. التوزيع من بن علي، بدل وجهة اللعب كليا نحو الجزائري. ملك رايح الى دكدوق، واحد اثنين ملك رايح في اتجاه الهمامي. مقطوع الكرة من حسام الواتي اللي يتحصل على المخالفة بعد التدخل الاخير من شادي الهمامي. النتيجة دائما على حالها التعادل السلبي 0-0 بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة الدور الثمانية لكأس تونس. النادي الرياضي الصفاقسي كان انتصر في الدور السادس عشر على النجم الرياضي بالمتلوي بملعب المتلوي بنتيجة 3-0. نتمناو تكون النتيجة إيجابية اليوم كذلك والمرور للدور الربع نهائي. توصل الكرة إلى ناس الشبلي في وسط الميدان ثم وليد القروي. وليد القروي يتباطأ في إرجاع الكرة ومقطوعة وعكس الهجوم لفئة الاتحاد. التصويب، خطيرة الكرة كانت على مرمى الحارس الهادي قعلول. تصويبة يعني جانبية بقليل للقائم الأيسر للحارس محمد الهادي قعلول، كادت تكون خطيرة على النادي الذي سفيق في هذه العملية. كرة خرجت في الركنية بدون وأن استدنت لحد المدافعين. تتنفذ الركنية الرأسية من حسام دكدوقي، خرج الكرة من منطقة العملية ومنطقة الخطر لكن قبل ذي مخالفة يستفيد منها حسام دكدوق. باجي مساكن تعدي
حمد الهادي قعلول في تنفيذ المخالفة كرة طويلة. الدفاع أسبق من النقاش ثم الكرة تصطدم بحسام دكدوغ وتخرج في التماس. التماس لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين. ملعوبة الكرة ورائية في منطقة الدفاع في محور دفاع الاتحاد. ثم كرة طويلة موجودة لهدي قعلول سهلة ياخذ الكرة ويرجع اللعب. وليد القروي إلى أشرف الحباسي أو أنس الشبلي. أنس الشبلي لمحمد بن علي. محمد بن علي الشبلي ترجع له الكرة. محمد بن علي التوزيع ورأسية من محمد هشام النقاش تلقى الحارس حارس الاتحاد في الموعد. بعض المحاولات في هذا الشوط الأول موجودة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي خاصة اللي تكون مصدر الخطر نتاعها على الأطراف وخاصة كذلك على الجهة اليمنى لما تنطلق الكرة من الجهة اليمنى. الحكم يوسف السرايلي يوقف اللعب لتمكين اللاعبين من فترة راحة قصيرة في منتصف هذا الشوط الأول اللي مازلنا متعادلين 0-0 بين النادي الرياضي الصفاقسي قلنا والاتحاد الرياضي بتطاوين في انتظار ما ستأتي به قادم الدقائق من جديد. صبري بن حسن كان في معاضدة زملائه منذ قليل. ترجع الكرة إلى محمد الهادي قالول. قالول إلى النصراوي. النصراوي ثم مالك رايح إلى أشرف الحباسي. ترجع الكرة إلى مالك رايح كما جاءت الكرة خارج أرضية الميدان. رمية تماس تماس ثاني على توالي لكن هذه المرة لفتة سي اس اس. النصراوي إلى شادي الأمامي ثم حسام دكدوغ يطول كرة. حسام دكدوغ مقطوعة من الدفاع موجود مليك رايح من جديد. دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين يتدخل ويبعد الكرة. شياب الزغلامي أنس الشبلي يتحصل أو لا يقول الحكم المخالفة ضده مع أنه يعني مدافع الاتحاد هو اللي يعني ارتكز عليه عند صعود. على كل حال تواصل العملية. كرة سهلة في دين الحارس محمد الهادي قعلول. سهلة الكرة الأخيرة في دين الحارس محمد الهادي قعلول. شادي الهمامي محمد النصراوي يدخل حارس الاتحاد الذي بتطاوين ويلعب الكرة مع زميله ثم إلى حسام الويتي. حسام الويتي كرته طويلة في عمق دفاع السي اس اس. موجود الذي قالول موجود الذي قالول في الانتيسيباسيون يطول الكرة إلى وليد القروي ثم إلى محمد هشام النقاش. النقاش إلى أشرف الحباسي. حباسي حباسي التوزيع وليد القروي التالوناد إلى شادي الهمامي.
او تصويب تتمر جانبيه للمرمى. من جديد المحاولات والخطر ياتي من الجهه اليمنى لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي. لاعبين يغتنموا اقل فرصه للاستراحه واخذ قسط من المياه، يعني الدنيا سخونه تحت سخون برشا لهنا بملعب تطاوين، اكيد باش يقلق اللاعبيه في ساقيهم. يعود استانف اللعب كره من محمد امين بالاكحل في محور الدفاع ثم طويله الى محور دفاع السي اس اس. التغطيه موجوده والتامين الدفاعي سهله، تمشي الكره لهادي قعلول، توصل الى الشادي الهمامي في وسط الميدان الى محمد بن علي على الجهه اليمنى، يعود الى الشادي الهمامي. الشادي الهمامي اشرف الحباس يعطيه الحل، محمد بن علي يرجع يخو على الجهه اليمين ثم الاختراق من انس الشبلي. الاعتراض الدفاعي يعود الى اشرف الحباسي. الشادي الامامي من جديد، كره في محور دفاع الاتحاد ما تتعداش لاشرف الحباسي. محاوله للضغط والخروج بالكره من جانب لاعبي الاتحاد الذي بتطوين كره في وسط الميدان، تمشي الحسام دكدوك ثم الى مالك رايح الجزائري متوسط الميدان. مالك رايح الى دكدوك من جديد، دكدوك تمرير ثم توصلش لوليد القروي، الكره الى التماس. حسين دكدوك في التنفيذ يلعب مع مالك رايح، مالك رايح يتحصل على المخالفه. الشادي الهمامي تبديل وجهه اللعب كليا الى محمد بن علي. بن علي طويل على كره في اتجاه وليد القروي، يعمل على ترويض رميز الى اشرف الحباس، يرجع بها لوليد القروي، حاول التوزيع ولا كره في الركنيه. النتيجه على حاله لم تتبدل، صفر صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. الركنيه في تنفيذها، انس الشبلي يلعب كره ارضيه مع وليد القروي، يعود الى انس الشبلي يحاول يوزع في القائم الثاني، هو الحارس اسبق من محمد النصراوي حارس الاتحاد الذي بتتوين اللي طول الكره في اتجاه مهاجم الاتحاد. حكم يكون متابع هذا الشيء لانه كان متابع هذا الشيء. مليك رايح كيف التغطيه على الكره الاخيره. الشادي الهمامي الى مليك رايح، مليك رايح يمشي للجهه اليمين، محمد بن علي اللي يرجع الى وليد القروي، قالوا الى الزموري، كرة في محور دفاع النادي الصفاقسي. الشادي الهمامي يعمل السيميلاسيون، خلي كرة اشرف الحباسي اللي يراوغ لاعب ويمر، يمر اشرف الحباسي مازال مستحفظ على الكور، توزع الاعتراض الدفاعي موجود، موجود الاعتراض الدفاعي من لاعب الاتحاد الذي بتطاوين اللي خرج الكرة في اتجاه شياب الزغلامي، لكن موجود على النصراوي، ما يمرش على الزغلامي. نصراوي بامتياز يعدي الكرة الى دكدوك ثم الى اشرف الحباسي الى الشادي الامامي، يراوغ لاعب وتعدى منطقة العملية، التوزيع موجود والحارس يتدخل، الحارس يتدخل في هذه العملية. هي كانت تسديدة في شكل توزيعة من الشادي الامامي، وزادت الكرة والعملية متواصلة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. وليد القلوي او محمد بن علي في التوزيع، قام الثاني ثم احد الشادي الهمامي في الكرة الثانية. الشادي الهمامي على الكرة الثانية يلوج على الحلول، يلقى مع حسام دكدوك، دكدوك يعود إلى مالك رايح ثم أشرف الحباسي، إعادة تنظيم الصفوف من لاعبي الأسي أس أس. أنس الشبلي دكدوك ذكية الكرة في اتجاه الشادي الهمامي، يرجع إلى دكدوك من جديد، حسام دكدوك، حسام دكدوك ما يتمكنش من التسويق، ما يتمكنش من التسويق. حسام دكدوك حاول لعكس الهجوم من جانب الاتحاد الذي بتطاوين، والامداد طويل والعوده من لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي، يخلط عليها لاعب الاتحاد قبل ما تخرج. مالك رايح موجود في المتابعه، ما زالت العمليه متواصله، توزيعها في القائمه الثانيه. اي كلام، اي كلام، التوزيعه الاخيره من لاعب الاتحاد الذي بتطاوين، تمشي رميه 6 امتار للنادي الرياضي الصفاقسي. تعددت الاسابيع.
الثبات في صفوف لاعبي الاتحاد الذي بتطاوين اللي يعني حاد. استلف اللاعب شادي الهمامي كرة طويلة في محور دفاع الاتحاد على أساس شبلي في المتابعة مع مدافع الاتحاد. يخول كرة. محاولة للتدرج والخروج بالكرة من جانب لاعبي الاتحاد الذي بتطاوين. كرة طويلة. ملك رايح موجود في المتابعة والمعاطة الدفاعية من جهة حسام دبدوب. يتحصل على التماس. التماس لفائدة الاتحاد الذي بتطاوين. انتظار التنفيذ طبعا. تتلعب الكرة. عودة إلى محمد أمين بالأكحل. يلعب مع زميله في الدفاع. ما زالت الكرة بحوزة الاتحاد الذي بتطاوين لمتابعة من محمد بن علي. حكم يعطي أسبقية اللعب. تنتقل الكرة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى لدفاع النادي الأهلي الشيخ. محاولة للاختراق. حسام دكدوب في قطع هذه العملية وعكس الهجوم من مليك رايح إلى أشرف الحباسي. أشرف الحباسي كرة طويلة على حسام دكدوب. تسرع فيها قليلا اشرف الحباسي. اشرف الحباسي ترجع له الكره مع الشادي الهمامي. الكره ارضيه الى حسام دكدوب. خلي الكره تخرج التماس. يلعب كره بسرعه مع اشرف الحباسي. حباسي توزيعته ما تمرش عكس الهجوم لفتره الاتحاد الذي بتطاوين. ثلاثه لاعبين ضد خمسه. الحكم يوسف السرائري يعلن عن مخالفة يرتكبها اللاعب محمد النصراوي. حارس مرمى قلنا الاتحاد الذي بتطاوين ملقى على أرضية الميدان. يعني شفناه سقط وحده. تتوقف المباراة من جديد حسام اللويتي في تنفيذ المخالفة. التنفيذ في القائمة الثاني والصعود من محمد أمين بالأكحل. التغطية موجودة من أنس الشبلي. كورته مباشرة في التمس لفائدة الاتحاد الذي بتطاوين قلنا. اللي مستحوذ على الكرة حاليا. إعادة تنظيم الصفوف من جانب لاعبي النادي الأهلي الشيخسي دفاعيا. مليك رايح إلى الشادي الأمامي. يعود إلى النصراوي. الزموري الجهة اليمنى وين موجود محمد بن علي في المعادة الدفاعية. الشادي الهمامي. همامي يعود إلى الخلف نور الزمن الزموري ثم النصراوي من جديد. النصراوي إلى الحباسي. حباسي إلى وليد القروي. وليد القروي في انطلاقة على الجهة اليمنى يدخل دخل عمليات أنس الشبلي والهدف الأول. والهدف الأول من أنس الشبلي. افتتاح النتيجة من أنس الشبلي. يعني العملية الانطلاقة كانت من وليد القروي. وليد القروي كان هو اللي قاد العملية الهجومية الأخيرة على الجهة اليمنى. الكروس في اتجاه الجزائري محمد هشام النقاش في محاولة أولى ترجع على كرة من الحارس قدام أنس الشبلي وجها لوجه مع شباك فارغة تماما يمضي على هدف التقدم لفائدة النادي الأهلي السياسي. أنس الشبلي أولى أهدافه في المقابلة الرسمية مع فريق كبير النادي الأهلي السياسي. تغير المعطيات قبل دقائق قليلة على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. النادي الأهلي السياسي يمضي على الهدف الأول.
هشام النقاش يرتكب المخالفة على مدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين. مخالفة بإعلان من الحكم يوسف الاسرائيلي. يمشي الكرة دائما في محور دفاع الاتحاد الذي بتطاوين. طويلة. موجود حسام الددوم في المتابعة. خرج الكرة في التماس. يتلعب التماس. دائما الكرة في المناطق الخلفية للاتحاد الذي بتطاوين. على اقتناص موجود من محمد بن علي والانطلاق على الجهه اليمنى. محمد امين بن الاكحل في التغطيه رجع الكره الى حارس مرميه. يكمل محمد بن علي سبرينت في محاوله للضغط على الحارس اللي خلاه يخلي يشوط كره كما ما جات. ضيع الكره من مليك رايح. ضيع الكره من مليك رايح في التماس. يرجع مليك رايح يصلح يقص الكره من قدام شياب الزغلامي ويتحصل على المخالفه. الشادي الامامي للزموري محمد بن علي. ثلاثه دقائق وقت بدل ضايع يضيفهم الحكم في نهاية هذا الشوط الأول. أشرف الحباسي. حباسي إلى نسل الشبلي. الشبلي في محور الدفاع كنت في اتجاه وليد القروي. موجود المدافع بأخف الأضرار. خرج الكرة في التماس لفائدة السلساس. محمد بن علي في التنفيذ يلعب كوره مع الشام على النقاش. النقاش يعود الى اشرف الحباسي. حباسي يرجع بالكوره الى مليك رايح لكنها مقطوعه وعكس الهجوم لفائده الاتحاد الذي بتطاوين. العوده من مدافعي السي اس اس بامتياز النصراوي. تبارك الله عليك يا نصراوي. بامتياز يقطع الكوره امام المهاجم يتحول عكس الهجوم لفائده السي اس اس. اشرف الحباسي. أشرف الحباسي حب يحط الكرة على ساقه اليسار. أشرف الحباسي والمحاولة من بعيد تمشي رمية 6 أمتار لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين. تبقى النتيجة على حالها. تقدم السي اس اس بهدف للصفر. هدف سجله أنس الشبلي. حمد الهادي قعلول تمشي له الكرة السهلة. يلعب مع محمد بن علي. بن علي الى الشادي الهمامي. بن علي من جديد ثم وليد القروي. الشادي الهمامي. همامي الى محمد بن علي من جديد. وليد القروي. واحد اثنين بينه وبين محمد بن علي. ثم نسى الشبلي. التدرج بالكره بلاعبي السي اس اس. اشرف الحباسي الى حسام دبدوق. دبدوق رايح عمل لابيليخ والكره يرجع الى نسى الشبلي. عودة للشادي الهمامي في وسط الميدان ثم تبديل وجهة اللعب كليا الى محمد بن علي. اللي يرجع لاشرف الحباسي. محمد بن علي. زموري. زموري. نصراوي الى رايح. مليك رايح. الى محمد النصراوي. تعود الكرة الى محور الدفاع على السي اس اس قلنا. وليد القروي. الى الزموري. أنس الشبلي. الشبلي الامداد في اتجاه وليد القروي. وليد القروي بحذاه أنس الشبلي يعطيها الكره ثم يرجع له. قروي للشبلي. الشبلي شاد الهمامي للشبلي. الشبلي الشبلي يلقى الحل مع وليد القروي ثم يعود الى الزموري لتاتي صافره الحكم يوسف الاسرائيلي
معلنة عن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الذي الصفاقسي بهدف للصفر، هدف سجله اللاعب الليبي أنس الشبلي. نلتقي بعد لحظات في الشوط الثاني.